الأستاذ نواف دراوشة، أستاذ أنت قريب المرحوم عنان دراوشة الله يرحمه. يعني أستاذ، هل كنت تتوقع أنه يصير هيك حادث بالعيلة بشكل خاص وبكسال عامة؟ يعني كسال بلد تعتبر هذه. في الواقع لا كنا نتوقع لا في العائلة ولا في كسال. على مستوى العائلة نحمد الله علاقتنا طيبة مع كل أهالي كسال، جميع أفراد العائلة عنا علاقات طيبة، سواء الكبار ولا الشباب، تربطنا علاقات طيبة مع الجميع. وبالنسبة لكسال، نفس الوقت كسال هي معروفة بين القرى العربية قرية هادئة وهادئة وما فيش أي مشاكل. وبالفعل كان يعني شو بسموه رعد في يوم صافي، كان وقع صعب كثير على الاهالي، على اهالي كسال وعلى العائله، ورد الفعل كان على مستوى واسع لكل اهالي كسال. يوم تشييع الجنازه كان مشهد عظيم جدا، كل اهالي البلد شاركت، لم تشهد القريه جنازه كمثل هذه الجنازه، وهذا يمكن خفف من المنا وجود الاهالي حوالينا. الوقفة اللي ولله صارت وقفة امبارح. وقفة رجل واحد، لأن العملية ابننا كان ضحية، لكن كان ممكن يكون واحد ثاني، لأن الرصاصة طائشة مش مقصود. كان شاب في عمر الورد في هذا الجيل المبكر، لا بدون سابق انذار، لا مرض ولا أي شيء آخر، بيطلع من بيته بعد 10 دقائق بفارق الحياة. كانت بالفعل صاعقة لنا كلياتنا، للعائلة وحتى زي ما حكينا لأهل البلد. وبعد مرور 3 أيام من الحادثة بالفعل احنا زي يعني كيف بيقولوا في هيلم بالعربي العبراني، انه مش مستوعبين انه هذا الشاب اللي كان امبارح في ريعان شبابه مش موجود بيناتنا. هل هنالك مشتبهين او يعني في توجه معين للشرطه؟ احنا لا نتهم احد ابدا، الشرطه تقوم في بواجبها. رساله معينه من نتامل الشرطه؟ نتامل الشرطه تضع يدها على المجرمين في اقرب وقت ممكن وينال عقابه حسب القانون. استاذ بس سؤال اخير، كم مره كونك مدير مدرسه سابق، يعني مشكله العنف هي مشكله كبيرة جدا، إذا بكسال أخف بالمجتمع العربي كثير كبيرة، شو أسبابها حسب رأيك؟ كيف ممكن نتخطاها؟ حديث كثير عن العنف، كلنا بنحكي عن العنف، في كل مكان بيحكوا عن العنف، في كل هاي التجمعات، في كل الجلسات حكي كثير، سواء من الخطباء، سواء من أئمة الجوامع، سواء من الناس عامة، كل بيحكوا، الكل بتألم والكل بيشكي. لكن وصلنا لمرحلة انه تعدينا مرحلة الكلام، لازم ننتقل لمرحلة الفعل. وانا حسب رأيي في 4 أطر رئيسية لازم تشتغل في هذا المجال حتى نقدر نقول مشينا خطوة في الاتجاه الصحيح. اولا على مستوى العائلة، العائلة البيت لازم يهتم بولاده من منطلق السلاح ممنوع يفوت البيت، السلاح هو سلاح الضعيف، ممنوع يكون سلاحه أداة وسيلة لحل مشاكلنا. في قانون، في مرات تفاهم، في طرق متعددة، لكن على أبسط الأمور نحاسب أنفسنا بالسلاح هذا مرفوض. ولذلك في دور الأهل لازم يكون دور فعال. 1، 2، دور السلطة المحلية. السلطة المحلية كمان لها تأثير كبير على الأهالي بتوزيع منشورات، بتفعيل النوادي. كل بلد ما شاء الله فيها 4 5 نوادي، لكن يمكن مش مشغل بالطريق الصحيح. تكون محاضرات تثقيفية توعي لكل مستويات الأجيال، للشباب، للشابات، للرجال، للنساء، لكل يسموها شرائح السكان، اللي توعين في كل الأمور. من ناحية كمان بتعبي وقت الشباب، هاي اللي بتلاقيش مكان بتعبي وقتها فيه، فبتلجأ الأشياء السلبية من سلاح وحشيش وما أشبه. ودائرة ثالثة الشرطة. الشرطة كل قرية عربية فيها شرطة جماهيرية، والشرطة حسب رأيي مش قايم بواجبها كما يجب. وهون كمان دور السلطة المحلية تفعيل الشرطة، تفعيل الشرطة بشكل جدي بشكل صحيح، اللي تساعد في مكافحة العنف.
والدائرة الرابعة المؤسسات التربوية المدرسية، يعني ننشئ الطلاب على توعية كاملة للابتعاد عن العنف من خلال المحاضرات، من خلال البرامج، من خلال أفلام تثقيفية، أشياء متعددة.